بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع الانجينيري ايكونومي الحلقة بالنسبة للباور سلايد 3، المواضيع اللي هتتأملها وهي اليونيفورم سيريز اوف كومباوند انترست فورمولا واليونيفورم سيريز سينكينج فاند مع المسائل المحلولة. الشكل اللي قدام حضراتكم هو عبارة عن خط يمثل المدة متقسم لتمن أقسام، بس ابتدى بالصفر على أساس إنه الصفر اللي هو التايم ناو، وده السنة الأولانية، السنة التانية، والسنة التالتة، والرابعة، والخامسة، والستة، والسابعة، والثامنة. كل سنة واحد بيودع في حسابه قيمة ثابتة مقدارها إيه، وبالتالي هي سيريز على التوالي إيه فإيه 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 حتى آخر سنة اللي هي السنة الثامنة بيودع إيه. المطلوب حساب المبلغ اللي هو الإجمالي اللي هياخده ونرمز له بالرمز F اللي بيوازي الاستثمار بتاع الضخ أوف إيه في نهاية كل سنة، على أساس إن الأي انترست بس بتحسب أنيوال يعني سنوية. فلو استعرضنا المعلومة اللي هي بتقول إن الفيوتشر فاليو بتساوي البريزنت فاليو في واحد زائد الأي، فالإف اللي هي الفيوتشر لمجموعة الإيهات هنشوف الأولاني استثمرته لمدة 7 سنين، لأن أنت من نهاية السنة الأولانية لغاية السنة التمانية، 8 ناقص 1 ب7، فهتقول إيه في 1 زائد الـ i أس 7 زائد الـ a التانية اللي هي هنا 8 ناقص 2 ب6، يبقى في زائد a في 1 زائد i أس 6 زائد الـ a في 1 زائد i أس 5 زائد الـ a في 1 زائد i أس 4. عندنا كم عنصر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي 8 عناصر، 1 2 3 4 5 6 7 8، اخرهم هو الاي اللي هو في نهاية السنة التامنة، يبقى ده الاي واي في 1 زائد الاي واي في 1 زائد i أس 2 و3 وهكذا. كتبنا المعادلة مرة تانية، دي قيمة الفيوتشر، فقال لك اضرب المعادلة دي في 1 زائد الاي، يبقى كل عنصر من دول اتضرب في 1 زائد الاي. فبقى العنصر الأولاني اللي كان أس 7 بقى أس 8، العنصر اللي وراه اللي كان أس 6 بقى أس 7، العنصر الثالث اللي كان أس 5 بقى أس 6، والرابع بقى 5، فده بقى 4، وده بقى 3، وده بقى 1، وده A زائد الآي. قال لك خد الإف في 1 زائد الآي ناقص إف، يعني هتطرح ده من ده، وبالتالي نتيجة عملية الطرح العنصر ده ملقاش حد طرح فيه لانه اعلى قيمة بقت A في 1 زائد i أس 8، والباقيين طيروا بعض، السبعة طير السبعة والستة طير الخمسة وهكذا لغاية اللي هو ده الاخراني، اتبقى ده اشارة سالبة، فنزلوا الاتنين مع بعض، فكأن ال IF بتساوي ال A في 1 زائد i أس n ناقص 1. في ال n هنا بنلاحظ ان هي n ب 8، فخدنا ال 8 دي واعتبرناها جنرال كونديشن، وصلنا الى الحاله العامه ان ال IF بتساوي ال A اللي هي الانستولمنت كل نهايه كل سنه في الحاله دي في 1 زائد i أس n ناقص 1، قيمه المعادله. طيب لو حبينا نكتبها بالسيمبلز هنقول ان اف بتساوي ايه، اف على الايه دول بيطاروا بعض، فالاف شمال بيساوي اف يمين، كوما اي بيرسنت كوما ان، والايه لو حبينا نكتبها سيمبلوتيكا هيبقى ايه بتساوي اف، افتح قوس الاولاني البراني على الثاني ايه على اف، كوما اي انترست بيرسنت، والان عدد السنين. اذا عايز تجيب الايه بدلاله الاف فبتقول انه الاي بتساوي اف اي على قوس كبير 1 زائد i أس n ناقص 1، ونقفل القوس. مثال قبل المثال في التيبل ان هو الصيغه اللي حضراتكم شايفينها انه find f given a هيبقى 1 زائد i أس n ناقص 1 على الاي، والستاندرد نوتيشن بتاعنا ان f بتساوي ايه f على ايه i وn. إذا هستعملت لها إكسل شيت فهتستعمل ده اللي اسمها فيوتشر فاليو، لأن أنت عايز تجيب الفيوتشر فاليو، وإنه السينكينج فاند اللي إحنا قلنا التعريف التاني هي قيمة الـ A
بدلالة الاف، وهي بتساوي الاي على واحد زائد الاي اس ان ناقص واحد، فان الاي بتساوي اف على ايه، دول بيطاروا بعض، ايه على الاف، الاف هتطير اف، يبقى الاي هتساوي الاي كوما اي ان. وانه في حالة الاكس بتستعمل حاجة اسمها بي ام تي، اي بيرسنت ان واف. طيب نسترجع ان كان الاف بتساوي بي في واحد زائد الاي اس ان، فاذا قلنا ان اف بتساوي ايه على اي في واحد زائد اي كل اس ان ناقص واحد، وانها في نفس الوقت بتساوي بي في واحد زائد اي اس ان، فبنساوي دي مع دي، هنجيب الاي بدلالة البي المرة دي، فحت الاي بتساوي الاي في البي في واحد زائد الاي اس ان على واحد زائد الاي ان ماينس وان. وبرضو نقدر نكتبها في حالة السيمبلز ان الاي بي بتساوي، تاخد البراني على التاني، يبقى ايه على بي طاروا بعض، الاي بتساوي ايه كوما اي ان، والبي في بتساوي الاي في البي على الاي كوما اي بيرسنت ان. مثال اكزامبل 4، مان ديبوزيتس 500 ان كريدت يونيون، ما اودعش الحساب نفسه، راح في يداع في حته تانيه، ات ايتش اوف ايتش يير فور فايف ييرز. يبقى الجراف بتاعي مقسم من 0 الى 5، اودعت السنه الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، خرج من حسابه لانه بيوضع في حته تانيه، فعايز الاف اللي هو يعمل له كوليكشن اللي هو بعد كده هيبقى كاش ان بعد 5 سنين. دي تطبيق في المعادله ان اف بتساوي ايه في واحد زائد الاي اس ان ناقص واحد على الاي، والسمبولوتك بتاعها ايه، بتساوي اف على ايه اي بيرسنت ان. مع التعويض عندي الاي بتساوي 5% والان بتساوي 5، الاف بتساوي ال 500 اللي انا بوضحهم في 1 زائد ال 5% اللي هي الاي اس 5 ناقص 1 على 5%، يعني 500 على 5% في 1 5% اس 5 ناقص 1 بتساوي 0.276281 على ال 5% هتطلع 2763، اللي هو المبلغ الاكيوميليتد اللي هياخده في نهايه المده. مثال اخر بيقول لك the president of Ford Motor Company wants to know the equivalent future worth of 1 million capital investment each year for 8 years starting 1 year from now. ادي الزيرو ودول الثمان سنين، اترسموا كديجرام 1 2 3 4 5 6 7 8، بيضخ مليون في نهايه كل سنه، بس مش من now from 1 year from now، وبالتالي نزله ضخ في حساب اخر. لما يحصل له accumulation عايز ياخد الفيوتشر في الاخر، يبقى لو هتتكتب symbolic ان اف بدلالة الايه و اف بتساوي الالف اللي هو 1 مليون، بس هو ضرب خد الف وبعدين هيضرب في الف تاني هيبقى مليون، في اف على الايه 14% 8، بقى هنا الالف في هو حسبها 13.2328، وبالتالي وصل الى 13.232. هو طبعا ضخ زي ما حضرتك شايفين مليون، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مليون، بس مع الفائده المركبه هوصل له 13 مليون.232. اذا حبينا ان احنا نحسبها هنقول الاي بتساوي 14% والان بتساوي 8. القانون بيقول انه الاف بتساوي الايه الانستولمنت اللي هي 1000 في 1000 في 1 زائد 14% أس 8 السنين ناقص الواحد على الواحد على الاي اللي هو 14%. الحسبة دي كلها هتديني 1.14 أس 8 ناقص 1، وبتطلع نفس الرقم اللي هو 13.232. مثال آخر، consider a situation in which you borrow $5,000 you will repay the loan in 5 installment. انت خدت الفلوس، فبالتالي الكاش ان اللي هو كان بريزنت فاليو، خدتهم قيمه بريزنت بس بتسددهم سيريز، تمام. The first payment is due 1 year برضه لمده انترست 8%، وعايزهم 5 payments، يعني
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بقى في نهاية سنة خمسة. يبقى أصبحت الموضوع مش علاقة A بالإف ولكنها علاقة B بالA، وبالتالي دخلت المعادلة بتاعت إن A بتساوي الإف اللي هي دي المعادلة القديمة، لكن تم تحويرها عشان تراعي البي، فبتساوي بي في واحد زائد الاي اس ان في اي على واحد زائد اي اس ان ماينس 1. فبالنسبة للتعويض ان واحد زائد الاي بتساوي واحد زائد 8 من 104 في 8 من 100، تقسيم الكسر الكبير ده اللي هو واحد زائد الاي واحد زائد 8 في 105 ناقص الواحد، وصلتنا للمبلغ اللي هو 5000 في 0.2505 اللي هو حسبه باستعمال الجدول، وصلنا ل 1252. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.